مرحبا بيك ديري، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد على القناه، ونتمنى تدعموني بلي لايك وبارطاج، وايضا اللي باقي ما اشتركش القناه يضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد. وشوفوا اليوم انا صبغت ضفيراتي، وحده دخلت عندي اعتقد لاتني بالضحك، باغا تعاير. سير حبيبي للحمام وتعايري، قناتي ماشي ديال المعيور. بالنسبه للضفار ديالي قالت لي ديك المطيره لك الصباغه، انا ما كان ماشي من دوك الناس اللي ما كيخشوش يديهم في الماء، راه ضروري واخا تصبغي. اليوم كنمشي للمدرسه كيصبغوا لي صحاباتي، كيديروا لي المانيكير، كنجي كنقضي الشغل كنصبن بيدي اكثريا. هاد الايام اللي كنصبن بيدي جافيل هذا راه كيطير الصباغه، واصلا كنديروا حنا صباغه غير رخيصه ديال 5 دراهم، ماشي كنمشيو نديروا صبايغ الغاليين، فهمت؟ عادي ضروري صباغه كطير. المهم، وبالنسبه لشي اخواتي كتبوا لي سنه ما تبقايش تخدمي على قناتك غير خلي اليوتيوب، هذيك ماشي دار باك، هذه يوتيوب ديال الجميع. من حقي انا يا قناتي كنخسر الكونيكسيون من عندي، كان تليفوني كنصور به كنضيع الوقت، فما عندكش الحق شي واحد ولا شي وحده كتب لي في السوشيال ميديا قلت ما تدخليش ليها، حيت السوشيال ميديا ماشي ديالك، فهمتي؟ مي تكون ديالك شي حاجه قولي لي ديك الحاجه ما تبقايش فيها. واخا تكون ديالك الا بغيت نبقى فيها غادي نبقى فيها. هكذا حياتي كناخذها تحدي، وما بقيتش كنتقلق. وبالنسبه للناس اللي كيكتبوا ليا وكيدعموني وسنه توحشنا، كنبغيكم بزاف بزاف، وعندي الجديد ان شاء الله غادي نخدم على قناتي وغادي نتقاتل، وان شاء الله نفس الوقت غادي نتقاتل مع المدرسه ديالي وغادي نتعلم وغادي نجتهد وغادي نحقق جميع الاحلام ديالي. بالنسبه لواحد الاخت كتبت لي سنه اختي التصوير عندك ناقص، راه ما عندي ما ندير، التليفون ديالي راه قلت لكم العام اللي فات عقلته باش كنت قلت لكم راه بعد النباله ديالي باش شريت البورطابل، مي شنو دابا غنبيع باش نشري بورطابل؟ قلت بلاتي شويه وغنشري بورطابل زويون. ودابا نتوما المشكله ديالكم كتشوفوا قنوات اخرين رابحين خدامين، طالع عليهم مشاهده، كتشوفوا ها اللي شرا الفيلا، ها اللي شرا الطوموبيل، ها اللي الله يزيدهم ويباركهم، كل واحد نور ربي يقسم ليه. انا باقي ما كنتخلصش من اليوتيوب، ما يمكنش واحد يامرني يقول لي سن خاصك شي تليفون باش تصور. انا كنتقاتل على انا علاش كنضيع في هذا الشيء والوقت والجهد وهذا باش نستافد من هذا اليوتيوب، وربي ما اراد تجهنا لهذا الدومين ديال الحلاقه والاستيتيك باش ان شاء الله نخدم على قناتي ونحقق جميع الاحلام ديالي. فانا هادشي كنديرو كهوايه وحبا فيكم، واللي ما بغانيش يحيد الاشتراك، اللي بغاني مرحبا، انا كنبغيكم وكناخذ من الوقت ديالي باش كنصور معاكم باش ما نكثرش الهضره. وبالنسبه للناس اللي دارهم راسهم علاش انت في دار والديك، علاش انت في دار والديك، ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو الجاي وغنشرح لكم شنو كاين. انا ما بغيتش حاليا نهضر في هذا الموضوع وصافي، هادشي اللي كاين. المهم اليوم جبت لكم واحد الوصفه رائعه، وسمحوا لي الا كنهضر معكم بطريقه معصبه شي شويه، لان راه كنت تشوفوا التعاليق نحطوا لكم في المنتدى راه حشومه، وحدين كيعايروا يسبوا. انا اختي ما نعرفكش وانت داخله كتعايري فيا، ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، والمشكله كيبقى فيك الحال شي حد ما كتعرفيهش نهائيا، ما عمرك اديتي، وكيدخل كيبقى يعاير فيك ويسب فيك، وما فهمتش انا شنو كيبغي، واش كيبغي يستفزك. انا ما بقيت وصلت لواحد المرحله الناس اللي قرابين ليا وكنبعد ليهم، بعد عليهم باش نعيش مرتاحه، يعني ما كنتسناش انايا وحده ما كنعرفهاش نضل مرض راسي معاها، انا غير كنشرح للناس اللي كيبغيوني، وهذوك اللي مرضين بيا كنقول لكم الله يشافيكم. هادشي اللي غادي نقول لكم. حاجه اخرى شنو بغيت نقول لكم، اليوم جبت لكم وصفه خطيره، وهذيك النهار حطيت في الواتساب واحد ستوري كنت لابسه واحد سروال جين، ومهم حيت البنات صحاباتي كيشوفوني غير صحاباتي، وشافتني واحد بزاف شافوني قالوا لي يا سناء شنو درتي باش حيدتي الكرش؟ وانا كانت عندي الكرش سداري بكريشه كان عندي، علاش هذيك الكريشه كانت عندي؟ كتعرفوا الانسان واخا ما تيكونش غليظ كيشرب لي غاز بزاف المناضه، انا من الناس اللي كيشرب المناضه بزاف، كناكل كسكسو، واكثر الناس اللي عندهم مشكل في المصران دائما كرشهم كتكون منفوخه بحال حامله، وانا ديما ديتهم كيقول لي واش حامله كنقول لهم ما حاملاش. فلذلك جبت لكم واحد الوصفه رائعه، هذه الوصفه هذه تبقاي تشربيها من الصباح الصباح كويس العصير على الصباح على الريق، وغادي تهناي من سداري بكريشه وغادي تولي عندك كريشه طايما كان. والحمد لله انا الطوله ديالي نافعاني، يعني واخا كنشكر شي كتنفخ شي شويه ما كتجينيش معيقه، ولكن الناس اللي كيلبسوا سراول الجين بحال المهم انا كصراحه كنبغي نلبس سراول الجين، فمن الاحسن الانسان يحيد ديك الكريشه يتهنى منها. وهادشي اللي كاين احبابي، بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه، وهانتوما شوفوا الكريشه راه ما مدخلاها ما والو، كنطلع نفس عادي كريشتي دخلات. دابا غادي نبداو الوصفه على بركه الله، بقاو معايا باش تشوفوا شنو هو، وكاينه في الدار ما تحتاجوش شي حاجه بزاف. الوصفه حبيباتي غتكون عباره على
اين هو سكين جبير؟ كنقلب على سكين جبير طار. عباره على حامضه، عباره على سكين جبير، وعباره على خياره. هاد الخليط هادو غادي ننقيوهم، غنغسلو الحامضه، غادي نديرو ليها نحيدو ليها ناخذو ليها غير اللب ديالها، وغادي ننقيو الخياره، وغادي نقطعو سكين جبير من الاحسن الا كان خضر من الاحسن، غادي نقشروه بحال البطاطا، وغادي نطحنوه. دابا بقاو معايا حبابي. انا دابا طحنت العصير، انا كنعتبرو عصير لانه صراحه مولعش. وبالنسبه للماء راه ما درتش الماء. الا كانت عندكم شي مولينيكس معكسه، صراحه المولينيكس جابتها ليا صاحبتي شاديه، كندير لها ديديكاس، نفعاتني بزاف. فكطحن كطحن يعني، واخا ما كنصفي ما حتى شي حاجه. هاد العصير هذا لاخوتي غنوضو الصباح طحنوه فريش، تشرب كويس وتبقاي بواحد تقريبا واحد القسمين هكذا، وتفطري فطور عادي. وطبيعه الحال غادي تبعدي على لي غاز ان شاء الله. غادي ندير لكم وصفه ديال القولون، وواحد الوصفه كنطلبني عليها واحد المتتبع ديال القولون، ووصفه اخرى باش ما نحسرا بزاف ديال القنوات. كانت فيا انا قوت بلا بلا بلا، كنبقى نقول انا غندير هذا الفيديو وكنلقاهم سبقوني وداروا. فمن الاحسن ما نقولش واحد المتتبع كنطلبني واحد الطلب واحد الوصفه، وانا عندي ديجا ديك الوصفه. فان شاء الله غادي نديرها، هي ديال القولون ووصفه اخرى ديال الغازات ووصفه اخرى مهمه من بعد نقول لكم ديالاش. ان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي يكونوا وصفات مجربه. نتمنى تدعموا هاد القناه هذه المسكينه اللي ما بغاتش تطلع، ونتمنى اي اقتراح هذا. واصبروا عليا ان شاء الله اخوتي، راه غنشري تليفون وغنبدا نصور لكم فيديوهات جديده. والانسان من الاخطاء ديالو كيتعلم، محدو في هذا الدومين ديال اليوتيوب هو كيتعلم، كيدي خبره. انا ما نبقاوش في يد الايام اللي ما نجحتش في القناه، بالعكس انا بحال كنت كندوز ستاج في اليوتيوب، كنعرف المونتاج، كنعرف التصوير، كنعرف شنو اللي يليق وما يليقش. وان شاء الله الايام الجايه غادي نبدا نصور مزيان. غادي نشرب هذا العصير هذا على الريق. بسم الله. زوين زوين. بالنسبه غتبغيو ديروا السكر داكشي، ما عندكم ما ديروا بالسكر. خطير والله اللي جا بنين. الطرف ديال الخيار، سكين جبير. صافي البنات، غادي تشربوا هذا العصير هذا، منعش جدا جدا، وداوموا عليه فقط مده اسبوع 8 ايام، وغادي تشوفوا الكريشه ديالكم. باي باي الكريشه، ما غتبقاش عندكم الكريشه. وطبيعه الحال الرياضه مره مره، علاش لا؟ وان شاء الله الفيديوهات الجايه غادي يكونوا الرياضه وبزاف الحوايج. هكذا مره الواحد نشجعوا بعضياتنا، وتبعدوا من الحوايج اللي فيهم الغازات، لانهم هما اللي كيخليو الكرش. انا كنلاحظ بزاف البنات كيكونوا باقيين صغار وضعاف وعندهم ديك الكرش. اكثر المشكله اللي كيكون بدن ضعيف كتجي الكرش معيقه بزاف. مازال الانسان كيكون شويه غليظ كتقولي، وتا هو صراحه الانسان الكرش ما خصش يكون عند الواحد. اكثر النساء كيكونوا عندهم وليدات كتلقايهم معصباهم الكريشه، كيبغيو حتى هما يلبسوا هذا. نتمنى حبايبي نكون ما طولتش عليكم هذه الوصفه هذه، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير من بعد اسبوع واش بانت النتيجه ولا لا. وانا متاكده انها غتبان النتيجه. وكما قلت لكم ان شاء الله الجاي المره الجايه الوصفات، وان شاء الله المره الجايه الروتينات وبزاف الحوايج. وبالنسبه للاخوات اللي قالوا لي سناء ديري لنا من المدرسه، ان شاء الله دابا انا يلاه كنتعلمت قطع، تعلمت الحجبان، وتعلمت ليستيتيك بيديكور مينيكور. ان شاء الله المره الجايه غدا ان شاء الله واقيله على ما اظن ان شاء الله صاحبتي غادي تكون، حيت هي تاهي دايره ليستيتيك بحالي، غادي ندير انا وياها البيديكور ولا المينيكور ونوريكم الطريقه بحال دابا تكونوا في الدار بلا ما تمشيو للصالون، وعاد تركبوا الاطفال كيفاش تصايبهم، كيفاش ديروا لهم الفورمه اللي بغيتو. المره الجايه ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الحجبان، وان شاء الله حيت انا دايره حتى التجميل، دايره الدبلومات جوج، ان شاء الله نوريكم كيفاش كنطوي. اي حاجه علمتها ليا الاستاذه ديالي غادي نوريها لكم. وانا اصلا ان شاء الله غادي ندير فورماسيون في
ان شاء الله ملي غنسالي غندير فورماسيون عاوتاني في كنقرا دابا على الميكاب وان شاء الله غندير فورماسيون عاوتاني على التجميل. واخا انا كنقرا غنشد ديبلوم في التجميل وغادي نعاود ان شاء الله ندير فورماسيون وان شاء الله هكذا غادي قناتي غتزيد تطور وغتطلع وغادي تنجح ان شاء الله وانا غنبقى تقاتل حتى تنجح ان شاء الله. وانا فين قلتها لكم والسلام عليكم كنبغيكم بزاف والله يعطيكم كل ما كتمنى. وكندير ديديكاس لواحد الاخت اللي قالت لي ديري لي ديديكاس حيت هي اللي اقترحت عليا حتى هي قلت لها جارت ماما اقترحت عليا قالت لي ديري لي ديديكاس انا حتى انا كندير لك ديديكاس الاسم ديالها هي ديشارج ليا التليفون. كندير ديديكاس لمريم المجيري كندير لها ديديكاس كنقول لك شكرا حبيبه على الاقتراح ديالك حيت قالت لي انا ديري لي انا ديديكاس ما نسيتي ما درتيش لي زعما ما انا كنت قلت لك على الاقتراح واي اقتراح منكم كنقول لكم شكرا بزاف كنبغيكم بزاف بالسلامه. ولا بغيتوا وصفه ديال تسمين الخدود وديال الغلط ان شاء الله غادي الا بغيتوها كتبوا لي في لي كومونتير نديرها لكم. وايضا الا بغيتوا وصفات طريقه ديال تكبير رموش بلا ما ديروا هذا الريسيل كتبوها ليا بغيتو نديرو حيت انا تعلمت دابا تشقير الحواجب صبغ الحواجب اي حاجه بغيتوها كتبوها لي في الكومونتير وانا معاكم ان شاء الله. دابا غادي نقام من المدرسه نحاول ندير لكم فيديوهات. سلامه.